مساء الخير أصدقائي، معكم حسين حبيب أحمد من محافظة كركوك، مواليد 1993. شكرا لمحافظة النجف على الإشراف وهي تحاول زرع المحبة بين الشعراء جميع المحافظات. عشقي لها بحر بطعم شفاهها، مهما أراد البعد لن يتعكر، حتى وإن جفت بحور تغزلي أجريت بالتقبيل بحرا آخر. شكرا. ومثل من في بلادي حال من يسعى يكون كالمرتجي من إصبع صفعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لهالة الضوء التي تظهر كلا منا وبعضا منكم. سأقرأ نصين. ما بين نظرتها والدمعة الحرة سهم بخاصرتي أو ضحكة سكرة، حملتها في فؤادي تسعة قضيت ما راوحت وهي ترجو تسعة أخرى، نمت على ضرع روحي فهي تكبرني إذ تصغر الروح مهما جاوزت عمرا. تلونت وجهتي ما بين أغنية وبين أنشودة لليتم والأسرى، فرحت أنفض عن معشوقتي قلقي وأرسم الليل في أجفانها سرا، فينزوي الصبح عن حب يجددنا وينطوي وهو يروي شوقنا جهرا، كالماء كالماء والجرف كنا في تلهفنا لكن نبيض النوايا تبدل المجرى. بقلبي ذنوب الحب خيبات موطن يرى شعبه في كل شبر مشردا، يحاكي أنين الفجر أرق ورده تطفل ماء زاحم الطين والندى، يصلي تغيب الشمس عند سجوده ليسجن في قعر الظلام مؤبدا، له نايه كالبوق أحيا مواجعا من الموت إذ وجه الحياة تجعدا، نواياه مثل الشمع في كل ظلمة ولكن يراه الكل للعين مجهدا، تنام عيون الكون في صدر عطفه ويمسح رأس الوحي رفقا بما هدى، ويحمل عبء الكون ويحمل عبء الخلق في كف صبره، يؤدي شؤون الله للكون مرشدا، ولكنه رغم العناء نكاية يرى شعبه عيسى بموت تعمدا. شكرا لإصغائكم.